وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. اش عمر قري خطابي رازي بنا خديل سربيد قوت پیغمبری صلاوین خودل سربن گود هر کسی اش پش کاخو اش قرآنی اپشف بنوید او نخوینید یان اش دشتکی جی اتناو برا نویجا سپیده و نویجا نیورو دا بخوینید بو هات نویسین هر وکیوی اپشف خاندی. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وش عبد الله كري عمري كري عاصي خدي اشهرد ينرزي بيت قوت پیغمبري خدي صلاوين خدي السربن قوت من يا عبد الله وکی بیوان کسی نبه شوه همیه یان بارا پتر جیراد بو پاشی رابونا شوه هیلا. وعن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. اش عائشه راضی بونا خودل سربید گوت پیغمبر خودی صلاوین خودل سربن هکب شف اش نساخیه یان اش تشتکی دی نویجا شوی جی چوبا اپروژه 12 رکعت اتگرن.